فئة المدارس. مشروع خذها تالفة وأعدها سالمة لمدرسة سلمى بنت عميس للبنات، وهو يقوم على تصميم تطبيق ذكي يربط الجهات المعنية بتدوير المخلفات بالمستهلكين، والذي بدوره سيضع قاعدة بيانات شاملة في هذا المجال. مشروع الكرسي الذكي لمدرسة الوقبة للتعليم الأساسي، وهو كرسي رياضي يعمل على تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية واستخدامه في الصالة الرياضية. مشروع حركتك سر طاقتك لمدرسة بهلة للتعليم الأساسي، والذي يهدف إلى تحويل الطاقة الحركية الناجمة من النشاط الحركي للطلبة إلى طاقة كهربائية. مشروع الطاولة الذكية لمدرسة النواري بنت مالك للتعليم الأساسي، وهي طاولة متكاملة تعتمد على الطاقة الشمسية في إنتاج الطاقة الكهربائية اللازمة للاستخدام المكتبي. مشروع المعالجة الحيوية للمياه الرمادية لمدرسة الحوري بن محمد الأزدي، والذي يقوم باستخدام الطاقة الشمسية في جهاز مبتكر لتقنية المياه الرمادية لإنتاج مياه صالحة للاستخدامات الزراعية والخدمية.